السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل ونحل، القناة التعليمية المساطر. وما أدراك ما المساطر؟ في الأمس وأنا أشاهد بعض الفيديوهات لأحد الإخوة في فلسطين، شاهدنا عندما وضع الأشرطة الكيميائية في الخلية، حضر اليوم الثاني وجد النحل ميت أمام وداخل الخلية. يا ترى ما هي الأسباب المؤدية إلى موت النحل ونفوقه داخل الخلية، رغم أن هناك أحيانا نضع المسطرة ولا يحدث موت؟ تساؤلات يطرحها كثيرا من الإخوة النحالون، سيجيب عليها الأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريدي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم إخواني جميعا. بدنا أتحدث في هذه المداخلة البسيطة عن شغلتين تطرقت إليها. الشغلة الأولى اللي هي استخدام الشرائح الصينية. الشرائح الصينية إخوان، يعني في منها شرائح بتكون مصنعة تحت رقابة الدولة، وفي منها شرائح بتكون هيك مصانع لا تخضع لرقابة الدولة، وبالتالي ربما يكون الخطأ فيها كبير جدا. على كل الأحوال الشرائح الصينية مهما اختلف لون الغلاف ومهما اختلف الصورة اللي موجودة عليه، فيعني 90% منها تحمل مادة ألف لافينيت، و10% يمكن أو يعني المستوردين عندنا ما بيستوردوا الصنف الثاني اللي هي بتكون تحمل مادة ألف لومترين. المادتين كلاهما كيماويات وكلاهما صعبات جدا وتأثيرها قوي جدا على النحل. أحيانا بكون تخزين هذه الشرائح غير جيد، فربما تتعرض إلى درجات حرارة أثناء النقل وأثناء التخزين، وربما تتعرض إلى أشعة الشمس فتصبح المادة اللي عليها مادة قاتلة للنحل، يعني بتكون مثل المبيد الحشري. لذلك بدنا نكون حذرين جدا عند استخدامها. حتى لو استخدمتها انت مرة وثنتين وثلاثة وأربعة، هذا لا يعني انه هذه الشرائح شرائح آمنة. لذلك لابد من التجربة على خلية واحدة، يعني حتى لو انت الشرائح هذه موجودة عندك، يعني اشتريتها وموجودة عندك في البيت واستخدمتها مثلا قبل شهرين أو ثلاثة وبدك تعيد استخدامها مرة ثانية، لابد من أنك تعمل عملية تجريب على خلية واحدة. ليش؟ لأنه قد يكون صار فيها تفاعل كيماوي، والتفاعل الكيماوي هذا أدى إلى إنتاج نوع من المبيد. هذا أمر. الأمر الآخر، قد يكون في عند النحل نوزيمة، والنوزيمة هذه إذا قمنا بمعالجة الفاروة أو بمكافحة الفاروة قبل علاج النوزيمة رح نعمل مجزرة في النحل، لأنه النحل المصاب بالنوزيمة لا يتحمل لا رائحة الفلافينات ولا الفلومترين. وإذا ما يعني إذا ما كان أمامنا خيار آخر غير استخدام هذه المواد اللي هي الفلافينات أو الفلومترين، يعني بيكون الأمتراز إذا كان مخفف، يعني لو حطينا مثلا مكيال واحد من الأمتراز إلى خمسة من الزيت النباتي، بيكون يعني النتيجة أرحم من استخدام الفلافينات بشكله اللي إحنا بنستورده. طبعا التأثيرات للفلافينات والأمتراز هي تأثيرات كارثية لا شك بذلك، ولكن يعني الأمتراز ما بقتل النحل إذا كان مخفف للدرجة اللي احنا ذكرناها، ما بقتل النحل مثل الفلافينات أو الفلومترين. يعني كثير من النحالين فقدوا مناحلهم كلها بسبب استخدام الشرائح الصينية هذه، لذلك لابد من الحذر. يعني ما بدنا حدا يقول اني بعمل دعاية لحدا، لكن في عندنا الأخ محمد سلامي موجود معنا في المجموعة وينتج علاجات لمكافحة الفاروة من الأوكزاليك أسيد، والأوكزاليك أسيد يعني ممكن انه
نستخدمه على طول السنة، سواء كانت درجات الحرارة مرتفعة أو منخفضة بالصيف بالخريف بكذا، لكن بدنا نتجنب استخدامه بالفترة اللي بكون فيها النحل المتعنقد. هذا المنتج الأوكزاليك أسيد مع الجليسرين أكثر أماناً من كل هذه المواد المستخدمة، ومدة فعاليته طويلة. يعني نفس الشرائح هي اللي احنا بنشتريها اللي بنسميها الألوين كاب، واللي موجودة عند تجار المواد أو أدوات النحل. يقال إن هذه الألوين كاب يعني بتعطي مفعول لمدة 45 يوم، لكن لو ما كنا يعني احنا اقل بدنا ما بدنا نعطيها 45، لو اعطيناها 30 يوم بكون النتيجه ممتازه جدا. لو استخدمنا كل 30 يوم الاوكزاليك اسيد ما في عندنا مشكله، وبضل نحلنا نظيف وما بتعرض لهذه الكوارث اللي بيعمل لنا اياها الامتراز، او ممكن يعمل لنا اياها الفلومترين او الرابينيت. وبنفس الوقت تبقى مادة طبيعية، هي مادة مصنعة الأوكزاليك طبعا، مادة مصنعة لكن تصنف مادة طبيعية لأن موجودة هي في الطبيعة بشكل طبيعي، إلا أنه تعتبر من المواد الكيماوية السهلة. هذا الكلام يعني ما أنا سهلة إنها مع المدة تتفكك هذه جزيئات الأوكزاليك، و يعني ما بضل لها أي تأثير، لا بتأثر لا على الشمع ولا بتأثر على النحل ولا بتأثر على الحضنة نهائيا. وبنفس الوقت يعني في لها فاعلية قوية جدا ضد الفاروة. يعني استخدامها هذه ممتاز جدا. طبعا ممكن انه اذا اشتدت عنا الاصابه بالفاروة، اذا شفنا او شفنا اصابه شديده، ممكن ان نلجأ للعلاجات الكيماويه، لكن بحيث انه ما يكون عندنا موسم وما يكون في عندنا تربيه ملكات، او بنحضر لتربيه ملكات. الخلايا اللي بدنا نربي منها ملكات يعني لا تعرض باي حال من الاحوال الى المواد الكيماويه، لانها راح تاثر على مستقبل الملكات. وكذلك يعني هذه المواد الكيماوية اللي احنا بنستخدمها سواء الشرائح الصينية او الامتراز راح يكون في لها تأثير لحظي على الخلايا، واقل هذه التأثيرات انه ممكن انه الملكات تتوقف لمدة يومين او ثلاثة او احيانا 4 ايام عن وضع البيض نتيجة انبعاث الروائح القوية من هذه الكيماويات. هذا اقل ضرر ممكن انه نلاحظه بعينينا، إلا أنه برضو سيبقى لها متبقيات على في الشمع. وطبعا يعني قبل موسم الجني ممنوع هذا الكلام. يفترض أنه إذا بدنا إحنا نتعامل بالكيماويات الصعبة، إما بكون مع بداية الانطلاقة الربيعية أو بعد جني العسل. هذا بالإضافة إلى أنه في مواد أخرى ممكن أن نستخدمها، ممكن أن نستخدم الثيمول، ممكن أن نستخدم المنثول، إما بوضعها داخل الخلية بكيس نايلون صغير وبنعمل فيه عدة ثقوب، أو ممكن أن نستخدمها بالحرق، يعني ممكن أن نستخدمها بالمدخن، وبتعطي رائحة زكية، وبنفس الوقت يعني بتعمل على إسقاطات للفاروة. كذلك كنا نستخدم الفورميك أسيد يعني، أو ممكن برضو الأمتراز تبخير برضو بكون يعني أخف نتائجه على النحل وعلى الإنسان مستقبلا.